التونسي عبد الرؤوف العيادي للمضايقات من قبل السلطات الأمنية والتي أخذت منحا خطيرا، حيث أضحى مهددا بالطرد من بيته بعد الحجز عليه بحجة وجوب دفع استحقاقات جبائية للدولة. وكان العيادي قد واجه قيودا على حركته وتنقله عبر إتلاف سيارته أكثر من مرة، كما واجه تهديدا مباشرا ومحاولة للاعتداء المباشر على حياته. للتعليق على هذا الموضوع معنا من تونس المحامي عبد الرؤوف العيادي. سيد عبد الرؤوف، أرحب بك في حقوق الناس، وسؤالي لك: هذه الاعتداءات التي أوردتها، هل تم التثبت منها؟ هل تم توثيقها لدى أي جهة تونسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي القناة. أريد أن أوضح أن ما أتعرض إليه من أعمال إجرامية لست يعني المستهدف الوحيد فيها، معناها بحيث هناك الأستاذ محمد النوري، الأستاذ معطر، الأستاذ رضا النصراوي، وبتنا مستهدفين من أجل ما نتعاطاه من نشاط حقوقي وسياسي مستقل داخل البلاد. الموضوع التوثيق، طبعا احنا رفعنا كم مرة الأمر إلى القضاء، لكن مع الأسف القضاء في تونس هو في يد السلطة ولا يحرك، لكن لم يستطبع الشكاوى التي رفعنا، لم تستطبع بأي إجراء جدي من طرف القضاء، ولم يفتح بحث جدي في الموضوع. طيب سيد عبد الرؤوف، ربما أوردنا بأن الحجز على بيتك هو بسبب دفع استحقاقات جبائية أو ضريبية للدولة. ما في الحقيقة هي كما تعلمون وكما وردت عدة تقارير لمنظمات حقوقية سابقة، أنا محاصر في بيتي وكذلك محاصر في مكتبي. أنا في مكتبي لا أستطيع العمل، يعني الحرفاء يستطيعون العمل بالتنقل إلي أو الوصول إلى مكتبي بالحرية. ولكن هل أنت مدين للدولة بالضرائب؟ مدين، أنا في ضيق مادي كبير جراء الحصار المفروض علي، ووقع الاتصال مثلا بمؤسسات وشركات كنت أتعامل معها فقطع العلاقة معي. لكن المنزل الذي تسكن فيه، يعني كيف، ما هي أيضا قانونية الإجراءات التي تريد أن تخرجك من البيت؟ القانون يا أخي، هما الموضوع أنهم استصدروا تم بطاقة إلزام، وقع تقريرها لدى القضاء، يعني هو في الأصل إجراء إداري، وطبعا قضاء بين أيديهم ووقع تقرير بطاقة الإلزام، وبموجب تلك البطاقة التي نصت على أن أدفع 21,000 دينار، يريدون القيام بإجراء تفتيت العقار، أي بيعه عن طريق المحكمة، وهذا طبعا إجراء القصد منه التنكيل به لا أكثر ولا أقل، يعني ومحاولة إسكات صوتي لئلا أتحدث عن انتهاكات السلطة وعن ما تمارسه من تعذيب ومن خطأ القانون ومن أعمال أخرى. طيب، ذكرت أن هناك محاولة للاعتداء على حياتك والتهديد المباشر، يعني هذا ربما المنح الخطير الذي وصلت متابعة السلطات التونسية، كيف يمكن لك أن تغيره وتقلل من خطر استهدافك؟ والله الحقيقة أنا أولا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، يقول لن يصيبنا لما كتب الله لنا، إذا كان هم مستهدفين حياتي أنا هذا لن يخيفني، والحمد لله على كل حال. ثم من ناحية العملية، أنا لا أستطيع أن أفعل أكثر من أن أعلم الضمائر الحرة وأعلم المنظمات الحقوقية، وكل صوت يعني يمكن أن لا يسكت على الظلم الذي يعني تمارسه السلطة وتستهدف به. طيب، أنت ذكرت بأن في بداية حديثك أن ما تتعرض له من مضايقات لست الوحيد فيه، هناك عدد آخر من الناشطين الحقوقيين. طب هذا لا يشكل بالنسبة لكم دافعا لتكوين حراك ربما في الشارع التونسي من أجل أحشد رأي عام حول قضيتكم للدفاع عنكم فيما تتعرضون له؟ والله يا أخي، هو الشارع التونسي ليس هناك شارع، هناك شوارع مقفرة بعد 22 سنة عمل بوليسي رهيب
أخاف الناس وأرعب الناس، وحتى يعني هناك بعض الأصوات التي كانت ترتفع من حين لآخر وقعت سكتها، الرابطة محجورة عن العمل، مشروطين الحريات مقفل الآن مكاتبه، بحيث الوضع هو ما تعرفونه يعني في تونس، يعني بلد تحت يد قبضة حديدية من البوليس السياسي هي التي تعيش فيه فسادا. طيب عبد الرؤوف، ختاما، البعض من الناشطين الحقوقيين قد لجأ إلى المنظمات الحقوقية الدولية، هل يمكن لذلك أن يغير من وضعك؟ يغير يعني أكيد أن هناك يعني الإعلام، أو هل يمكن أن تقوم به أنت شخصيا؟ والله أنا يعني أرفع الأمر إلى المحامين في العالم وإلى الحقوقيين في العالم، وهذا كفيل بأن تبقى ما تريد السلطة أن يجري يعني في الظلام، أن يبقى أن يجري تحت أضواء كاشفة، وهذا طبعا يحرجها ويقلقها على الأقل. عبد الرؤوف العيادي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا من تونس، شكرا لك.